سياق كيجي اللقاء ديالكم اليوم واللي سلط الضوء على موضوع تقييم الحصيلة ديال مشاركة الشباب والنساء وطنيا ومحليا. جبتور حسن رئيس الفضاء الجمعوي المنظم لهذه الندوة القيمة اللي طرقت مجموعة ديال المواضيع ومجموعة ديال الاقتراحات اللي كانت من طرف الإخوة سواء على مستوى المحاضرين اللي طرقوا على مستوى طرح مجموعة ديال التصورات فيما يخص الانتخابات ديال 8 شتنبر 2021 والنتائج ديالها والمحصلات النهائية، كذلك على مستوى التمثيلية النسائية والتمثيلية الشبابية في هذه الانتخابات، كذلك على مستوى ما شابها مجموعة ديال الأشياء سواء غادي نسميوها إما على المستوى الإيجابي أو على المستوى السلبي، كذلك تم التطرق في هذه الندوة اللي هي ندوة تمهيدية المنتدى الإقليمي الثالث لمدينة مكناس اللي ساعتاد الفضاء الجمعوي القيام به خصوصا على نجاح المنتدى الإقليمي الأول والثاني لمدينة مكناس. طروحات اللي مطروحة الآن في هذه الندوة التمهيدية أولا المشاركة ونسب المشاركة السياسية للنساء ومواقع المسؤولية اللي تحتلوها سواء في الجماعات الترابية الإقليمية المحلية الجهوية، وكذلك على مستوى المجالس المستشارين ومجلس اللقاء. كان فرصة لإثارة مجموعة ديال الطروحات وفتح النقاش بصورة جدية وشفافية في مجموعة ديال القضايا المرتبطة بهذه الاستحقاقات وبنتائجها على كل المستويات، كذلك بأنها كانت مناسبة لطرح وسرد مجموعة ديال الرؤى مجموعة ديال التصورات على مستوى الإحصاءات المنجزة على مستوى المخرجات ديال النتائج ديال الاستحقاقات، كذلك كانت فرصة باش نحضروا معنا مستشارة جماعية اللي طرحت التصور ديالها وتجربتها في هذا المجال ولو تجربة قصيرة، وإنما كانت هناك مجموعة ديال الرؤى من طرف المتدخلين اللي مشكورين أغنوا هذه الندوة وأدلوا مجموعة ديال التصورات اللي غادي نعتبروها احنا توصيات ماشي تصورات، غادي نعتبروها توصيات اللي يمكن نعملوا عليها في إنجاح المنتدى الإقليمي الثالث لمدينة مكناس. وشكرا. الإشكالات هي كثيرة ومتعددة، منها أولا عدم الانخراط يعني ديال الشباب والنساء في الأحزاب السياسية، وهذا راجع أولا إلى يعني أن هذه الفئات هادو يعني خاض دورهم في هذه الأحزاب السياسية خصوصا أنهم ما كيتموقعوش داخل مراكز القرار. مسألة ثانية هي مسألة ديال أنهم يعني الضعف ديال المشاركة جاء بسبب واحد مجموعة ديال الأمور، منها يعني البطالة اللي كيعيشها الشباب يعني الشاب يعني في واحد الصيرورة ديال الحياة ديالو كيعيش واحد البطالة ما يمكنش أنه يفكر في واحد الانخراط داخل الأحزاب. مسألة ثالثة أنه المسألة ديال أنه كتلقى بأن الشباب والنساء كيستخدموا كجيوش من أجل الحملات الانتخابية فقط، وهذا راجع للسيادة ديال الدولية والسيادة ديال واحد المجموعة ديال الأشخاص اللي يعني عاشوا طويل في الأحزاب السياسية. راجع المسألة ديال التكوين، لأن الأحزاب ما بقاش كتمارس يعني المسائل ديال الخاصة بالتكوين والخاصة بالمسألة ديال المشاركة إلى آخره. والمسألة الثالثة ديال الاستقطاب والإيمان بالبرامج ديال الأحزاب السياسية اللي ما بقاش عندها دور، لان الشباب وعاب يعني بواحد مجموعه الامور وبقاش تطبق، ولا عنده مساله ديال الغياب عن المشاركه السياسيه هي مساله حتميه لا رجعه فيها. طبعا حنا كنعرفوا بان الظروف ديال انتخابات 8 شتنبر 2021 جات في ظروف ديال الجائحه، وطبعا في هذه الحاله هذه كانت مجموعه ديال الضغوطات اللي تعرضت لها الاحزاب من حيث الترويج الحملات الانتخابية ديالهم أو تعريف البرامج الانتخابية ديالهم، لذلك كانت الوسيلة الوحيدة اللي ممكن أن تتواصل معها المؤسسات الحزبية مع المواطنين هي وسائل التواصل الاجتماعي. غير هي كاين أحزاب اللي فعلا استغلت هذه الوسائل أحسن استغلال اللي فعلا انعكست على النتائج ديالها بالإيجاب، وكاين أحزاب اللي ما قدراتش أنها تنجح في استغلال هذه الوسائل. وحنا كنعرفوا بأن الأحزاب اللي كتشكل الأغلبية اللي من بينها حزب ديال الأحرار وحزب الاستقلال وحزب ديال الأسرة والمعاصرة، من بين إحصائيات وتقارير اللي حنا شفناهم في المداخلة ديالي أن يعني اعتمدت على هذه الوسائل
بشكل اللي هو مستمر لا قبل الانتخابات او يعني في الحملات الانتخابيه او ما قبل الحمله حتى الانتخابيه بحد ذاتها كمثال ديال الاحرار في الحمله ديالو ديال 100 يوم 100 مدينه. الحكومات اللي جات طبعا اللي خيبات الامل ديال مجموعه ديال المواطنين، لذلك المواطن مستعد نفسيا تيقول بان هاد الناس اللي جينا اش غادي يجيبوا لنا. طبعا حنا الا كنا كنقولوا من الجانب اللي هو تقني كيف روجوا الحملات الانتخابيه ديالهم، كنقولوا حنا كنلقاو ديجا ارضيه اللي هي ما عندهاش واحد الوعي سياسي، وقدمنا لهم واحد المحتوى اللي هو سياسي ماشي في المستوى ديالهم باش يفهموه، ضروري غادي يلقى واحد النوع ديال الرفض وواحد النوع ديال السخريه، خاصه بانه مقارنه مع النتائج الفارطه ديال المرحله الانتخابيه اللي كانت في 2016 مع الان كنشوفوا بان المواطن فقد الثقه في الفاعل السياسي، لذلك يكون مستعد نفسيا ومسبقا في الحكم المسبق على هذا الفاعل السياسي او الحزب السياسي.